السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي، والمرجو الاشتراك إذا أعجبكم الموضوع. اليوم معي درس جميل، وهو كيف تقوم بتنظيف الآيفون أو الآيباد تاتش. فإذا كنت تعاني من بعض المشكلات في نظام خاص بجهازك الآيفون أو الآيباد أو الآيفون تاتش، ولا تستطيع عمل الريستارت لأن ذلك سوف يجعلك تخسر الجوابات غير مقيد، اليوم لدينا خبر مفرح لك، حيث سوف نشرح لك طريقة عمل الريستور كامل لنفس النظام الذي يعمل على جهازك بدون فقدان جيلبريك أو تحديث الفيرموير، بمعنى أنك ستقوم بعمل ريستور كامل بدون فقدان الجيلبريك. فقبل البدء في شرح الخطوات عليك معرفة التالي. بعد القيام بهذه الخطوات سوف تخسر جميع المعلومات الموجودة على جهازك، جهاز الاتصال، الرسائل، الصور، التطبيقات، أدوات. لذلك عليك أخذ نسخة باك أب قبل البدء في خطوة الريستارت. هذه الخطوات لن تقوم بتحديث نسخة الأيوس الذي لديك، بأنك إذا كنت على أيوس 6 أن سوف تظل على أيوس 6 أن، وإذا كنت على أيوس 6 أن 2 ستظل على نفس الإصدار. ومع ذلك فإن هذه الخطوات لن تقوم بتحديث البيس باند الخاص بجهازك إذا كنت تستخدم أي من أدوات فتح الشبكة. هذه الخطوات لن تجعلك تخسر أي جيل بريك وسيدو السيديا على جهازك بدل الانتهاء من جميع الخطوات. فالمرجو أن تقوموا بعمل هذه الخطوات التي قلت لكم لضمان نجاح العملية. فرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. أولا قم بفتح سيديا، ننتظر التحميل. بعد ذلك اضغط على مانجي سورس، وقم بإضافة السورس الذي سجلنا أسفل الفيديو. أدت إديت أدت، وبعد ذلك ادخل السورس ثم اضغط على أجوت تيلا سورس. بعد ذلك نقوم بالدخول إلى السورس ثم نضغط على الأيقونة التطبيق إليكس رات. هذه التطبيق التي سنقوم بعمل ريستور لها. بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بإضافة موبيل تيرمينال موجود في سيديا مجانا أيضا الذي هو سنستغل عليه. فالمرة تتبع المراحل بالتطبيق. نبدأ على بركة، ندخل إلى التيرمينال. ثم تضغط انتري. بعد ذلك يقول لك هل تريد ان تكمل، تضغط اي ثم تقوم بعمل اوكي. بعد ذلك تنتظر ليقوم بادراج الملفات. ننتظر قليلا، ننتظر قليلا لانه ياخذ بعض الوقت. تابعوا معي، فلا تخافوا على الجهاز، ان هذا روتين. يقول لك عمل روبوت للجهاز، تقوم بالضغط على اي للأوتوغازيسو. أنا سأقوم بعمل روبوت للجهاز. ننتظر قليلا. فكما تلاحظون لقد تمت العملية بنجاح. قمنا بفتح الآيفون ثم نقوم بملء الإعدادات بشكل اعتيادي كما كنت تقوم بها سابقا. ننتظر لتحميل اللغة. أنا اخترت الفرنسية سيبميت. بعد ذلك نختار الويفي الخاص بنا. انا ساختار هذا الويفي الذي بعد ذلك يقول لك اختار لوكاليزاسيون المكان، انا لا اختارها. بعد ذلك يقول لك ثلاث اختيارات، ريستور باتي دو اي كول، ريستور باتي دو ميساجري، انا ساختار كوماند نوفيل ايفون. بعد ذلك ليدونتيفيون نو جي با جو فو با. بعد ذلك اضغط اكسبتي. اتيليزي سيري وي اون با انفوي وي ميرسي. ألوغ الآن كما ترون لقد تمت العملية بنجاح، ولدينا آيفون جيل بريكي ولكن مع الاحتفاظ بسيديا وخالي من جميع التطبيقات. انظر البلوك نوت إنها فارغة، ليزالبوم
كما تلاحظون معي لفيديو ليس لدي أي فيديو، إنها فارغة من التطبيقات. ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. وتابعوا الجديد مع سري، وإذا أعجبك الموضوع لا تتردد في الاشتراك على قناتي وعمل لايك للموضوع للمزيد من الفيديوهات والدروس الحصرية. وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.